باك اجين ذيس از نوت جيمر. رجعنا عاوتاني اليوم مع الباتل فيلد 1 وبعدين نكملوا قصص الحرب. دونك حد الان مازال ما عرفتش شنو نختار، مي اللي كانت لفتت الانتباه ديالي هي هذه. دونك بالنسبه فيها كاركتر فيمل دونك غادي نختاروها. شنو كتب هنا؟ لا شيء مكتوب. انضم الى لورنس العرب في حملته الصحراويه ضد الامبراطوريه العثمانيه. واو، دونك هذه تكون زوينه هذه. قبل سنوات من قدومي الى فرنسا انضم لورنس العرب حملة الصحراء ضد الامبراطوريه العثمانيه لخوض الحرب التي كانت مختلفه عن تلك التي هذه سيني. دونك كما كان من قبل في عندنا 3 ميسيون. انضم الى لورنس العرب في حمله الصحراء والتف حول افكار، وهنا الناس كتختار شنو بغيتي تلعب. اسمح لي ولكن خاصني نلعب ونلعب. الأجدار بلاد الرافدين، ربيع 1918. قد هزت الحرب العالمية الأولى العالم بأكمله. بلاد الرافدين العربية ضد غريمهم القديم إمبراطورية العثمانية. ثمانية تقنيات أكثر متقدمة دخلت ميدا الأمراض ومدمة طائرات المقاتلة ممكن بسم درافية قتل القوات المتمردة لتحمل البناطق وتمتطي الخيول. تستاهل يا موسيقى عربية. يا يعني مجموعة صغيرة متمردين كثيري الحركة والتنقل كانوا يستطيعون مجابهة القوات العثمانية وجها لوجه. مكملش السطر. ترجعوا. الصحراء العربية بحر واسع بأمواج متحركة من الرمال وأحجار تحمصت تحت أشعة الشمس. تحت تلك التلال الرملية اللامتناهية يختبئ النفط، الذهب الأسود، شريان حياة عصر الآلات الحديث. لأكثر من 400 سنة حكم العثمانيون تلك الأراضي بكل ما فيها من ثروات، ولكنهم لم يحكموها بلا معارضة. قامت مجموعات متمردة صغيرة من البدو بتوحيد أنفسهم من أجل الإطاحة بحكم العثمانيين. ينقضون بلا سابق إنذار ويختفون فجأة داخل الصحراء. قاتل إلى جانبهم ضابط بريطاني منفرد، شجاعته حققت له شهرة كبيرة، ولكن عرفه العالم باسمه لورنس العرب. إنك تعتمد back again. This is not gamer مع الحلقة جديدة واحدة أخرى. تتمنى أيضا ضربة حظ. كان الحظ حليفنا. داو الحلقة ديال سيني. رجع عن مساره مؤخرا وكان يحمل أهم شحنة. هدف جديد، استخدم المنظار لصد الأعداء اضغط باستمرار. اوكي هذه فين شفناها؟ خلاص هذه شفناها عند الاخ ميتال جير سوليد. في ميتال جير سوليد كاين هاد القضية هذيك سنيك ديما هزو معاه. صافي شنو اللي بقى؟ اوكي هدف جديد، ادخل من فتحة السقف. اوكي امرا سهلا. اوكي غادي نتبع واحد ادخل نفتح. اوكي راه عندي واحد نيري شنو درت. شي دخان. اوكي بغيت غير نشوف كيفاش نتمشى بشويه. يتميز المقاتل المنفرد بميزة واحدة عن قوة العدو الكبيرة. هو واحد هنا قبلت المنفرد أن يتحرك متخفيا. رد البال من هذاك اللي دور يشوف الجثوم. كاين انت حتحرك في صمت. صافي انت عاد بالك دابا تتحرك. ما دخلت لنا. ها
هو نيت زعما قال يتبعيني. يلا ها الاول مشى. قاتل رجال القبائل بطرق غير تقليديه باستخدام الاسلحه التي يعرفونها جيدا. كانت مميزاتهم الاساسيه هي الثبات والذكاء الفردي والشجاعه. اوكي انا باغا صراحه يبقى عندي الموس، نديرو شي شويش الهايد اند سيك. خير ينوض شي صداع هنايا. العثمانيون بتنظر من الجهة الاخرى من اللور كاع. هذاك اللي قتلته غادي يبان اليوم بال يلا. عندما يمتلك عدوك أسلحة ومعدات أفضل منك فعليك بالسرقة من عدوك. يعني نسرق ما عنديش مشكل. اوكي وقف لي وقف لي حدا نيفي. موت نتايا كيبان لي نتهنات من هذا. بان لي الاخر راهو لهيه. لكن هذاك واقيلا كيشوفو فيه. ممكن نقتلك زي ما يشوفونا. هادو ما كيحسوش هذا واقيلا باللي اللي كانت شي حاجة ولا. اوكي تنسالي مع شي وحدين. جود خديت كاتم الصوت. هو عندي هنايا كاين هنايا سلاحات بزاف. شنو عندنا هنايا؟ شي ما عندي ما ندير به. انا ما اظن صافي نخدم هاد السلاح هذا واحد شويه. هذاك خاصو الثانية فين جبت له فيها هاد الشوط. اوبس اوبس اوبس
كأني جاي. هرب. واحد مشى ولا كي كيجهلوا عليك. اوه شوهني واحد. اي عمري عمري. لا 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 مت انتي عليا. هز السلاح هنايا. سلاحته هنايا كاين. ولي بدك عندي ندير فيه. ويلي ما تقوليش عندك هذا البيستول هذا. صافي الاخرين مشاو راه مشيت ما قايله تهدنو. يا تهدنو بعد كاع الصداع هذا. اوكي سلحنا بالجرام. عندما يمتلك عدوك أسلحة ومعدات أفضل منك فعليك بالسرقة من عدوك. فهمنا هذي. هذي حسن. هناك فارق كبير no. بين رؤية شيء ما وامتلاكه بين يديك. دير بحال لي متروسون فا هذاك غادي نمشي نقتلو بتخفي. من الافضل انك نقتلو هذا بالتخفي. عين الساعه نمشي. اولا كان عندي كان عليا ما نموتش الصداع وندخل غير من فتحات السقف كما قالوا. واش نقتلو؟ اوكي كاينش سلاح بزاف ولكن كوميم نلعبو شي شويش تقلب شي شويه على السلاح. منين ندخل هنايا؟ بالضروري انك غتطلع باسكو غادي تدخل يعني تما الفوق. دونك ابحث عن كتاب الشفرات. اوكي وهذا كتاب وولد شيفر الفارسي هذاك. ولي انتهى الامر. تم تحضير برمتفر اوروبي وبشطرة. لم تعتقد اننا سنأتي بالسرعة الكافية لنمسك بك هنا يا لورنس العرب. My friends are here. ديما الواحد راه ما تيجيش بوحدو. لقد كنت اعتمد على ذلك. هاي لورنس خدعة ذكية جدا. الان المفترس اصبح الفريسة.
إذن من أنت؟ كم أنت فاتنة يا عزيزتي. أحمد، كنت سأحيا حرة إن لم يتواجد رجل مثلك. حرية؟ ستنالون الحرية بالموت، ويسعدني أن أخبركم بأن الإمبراطورية ستضمن لكم الحرية قريبا. بينما نتكلم يوجد وحش مدمر يطهر الصحراء، يمحو أثر حلفائكم وعائلاتكم وبيوتكم ومفاتيحكم. لا مكان لكم لتهربوا إليه أو تختبئوا فيه. قريبا كل من تعرفون وكل من تحبون سيكون رمادا، وستكون لكم الحرية لتموتوا. أيتها الحيوانة. آي آي آي. أعلم جيدا أنه لا يوجد شيء تطوقين له أكثر من اقتلاع لحم قدميه ورميه عاريا في وسط الصحراء ليموت. ولكن فكري في الأمر. معذرة، فصديقتي أحياناً ما تكون فظة. سوف تخبرنا كيف سنخدع قطارك حتى نستدرجه لفخ والمدمرة. مستحيل. لتتمكنوا من التواصل معه فقط ستحتاجون إلى دليل كامل لشفرات الاتصال. أتقصد واحداً مثل هذا؟ لن يمكنكم تعطيل تقدم الآلات. يوماً ما العالم بأكمله سيحتل أراضيكم وسيأخذون الذهب الأسود من تحت رمالها. سوف نرى يا صديقي. إبيك. Good job زهرة.